بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مو جيمينج متصل في 100 سطر محادثة. طيب نعطي دعوة ل مو جيمينج. يلا بسم الله. هو قال لي انه يبغى يرجع بال اليوتيوب. يلا بسم الله. تشكيلته طبعا مو جيمينج اثقل تشكيلة شفتها باللعبة. شيء غير طبيعي، مرة غير طبيعي. مشكلة واو واو واو. طبعا البرابرة مشكلة الآن. كم ممكن تنجح خطة واو لدام في فارسة الأمور؟ لا لا لا، صعبة 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 صعبة. أوكي 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 أوكي. العصار أظافر الخطة بالعادة ما يلعب سبل الآدمي ذا، ما يعترف أي بطاقة أقل من 5 أكسيد. يلا بسم الله. يجب التعادل الحصن. برابرة يعني المفروض الخصم هذا ما يكون مرعب كثير لأي واحد. أنا كنت تلعب ميجنايت مشكلة، بس معدل كسير هذا بيضيعك تماما الآن. لا 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 لا، هجمة غدارة، ما في دفاع مع الأسف مع الأسف. لعب الفارسات أثقل شيء، لعب بالوقت الغلط، لعب قبلها المحط من جدران بطاقتين، لعبهم بالوقت الغلط. أثقل بطاقتين المفروض. ها ما أعرف إيش يقصد. هذا مساعد يا كبره عند فراس. وش هو قاعد مساعدك؟ والله ما اعرف ايش يقصد. انا قائد وهذا وش هذا؟ من زمان قائد مساعد، وهذا الثاني من زمان قائد مساعد. والله ما ادري وش يقول، بس يلا نلعب بسم الله. مساعد يا كبرها عند فراس. ما ادري بس عجبني. يلا اي واحد يتذكر القائد بالافراح والاحزان اكيد يعجبني. يلا لا 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 لا، لا حول ولا قوه الا بالله. اللعبه هذه بيكون وداعيه، بيكون وداعيه تماما لكل مباراه زي كذا. كل مباراه لوج بيت، كل ما لعبت بالبيكا بالحروب بالذات يجيك كذا تخريب. لا من جد يعني اللعبة كذا بيكون وداعية تماما للشيء اسمه بالذات الحروب. يعني مرة الوضع سيء يعني صراحة، جدا سيء. ماري نفسي أكمل هذه المباراة. يعني أول مباراة من 24 ساعة يجي لك هذا، الواحد ما له نفس صراحة. يعني لوك بيت وبرج نار ما لي نفس أبدا. أنا جاي أبغى تسلة لعبة، هذه ما هي تعذيب. أنا أذكر أنها اسمها لعبة محطوطة بالأب ستور في قسم الألعاب، ما هو قسم التعذيب يعني التطبيقات المعفنة.
محترم. زين إن واحد يشوف مثل هذه المخلوقات، مثل هذول الناس المحترمين اللي نادرين تلقاهم باللعبة. وضع مرة سيء، مرة سيء. يشوف مو جيمينج ما أعرف. سكن هذا خلاص صار تشاؤم، صار تشاؤم تماما. هذا مظهر الكريسماس ذا. بالعادة الأشياء الكريسماس يعني تكون صراحة يعني فيها شوي لطافة يعني، بس والله صار مرة شيء سيء. الله يعين. بس راكبة كبش، كل ما لعبت منطاد يجيني راكبة كبش، كل ما لعبت بيكا يجيني برج نار. أتكلم بالحروب، في الحروب نعامة. والله العظيم هذا استقصاد سيء، تخريب سيء، سيء جدا. ول يا جماعة وش هذا؟ والله وش هذا؟ وش هاللعبة ذي؟ والله العظيم عفن، والله 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 وتالله وبالله. شوف كيف، والله شيء سيء، والله العظيم مرة تو ماتش، والله مرة تو ماتش. يعني يجي لك هيكل وسباركي وساحرة بنفس الوقت وراكب تكبش عن المنطاد ما يمشي. ما ادري ايش سوى صراحة، ما كنت مطالع. اظن يوم ما ادري كان مو موجود المنطاد حاليا. كنت اتمنى يكون موجود بس مو موجود. شكرا الله. شوف الكلاب. ما هي لعبة كذا والله، والله ما هي لعبة. دول بوتات جايين جاهزين عشان يخسرونك. باختصار هذا الوضع. يعني كملت بالإعصاب والله خلاص. تلعب أمير يجيلك ساحرة، يجيلك سباركي، يجيلك راكبة كبش. محترم على الأقل. يجيلك مراكبة كبش بعد عشان يقرب المنطاد.
تو ماتش والله، والله تو ماتش قاعد اشوف الان، والله تو ماتش. ما اقدر اكمل بالحروب يعني صراحه، اكتفيت. ممكن يلا إلى اللقاء، السلام عليكم، نكمل شوي.